بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه فقدره ثم
كلا لما يقض ما أمره ثم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فإذا جاء
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت والليل إذا عسعس
لقول رسول كريم وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فما قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاء صدق الله العظيم.